ابراكادابرا ابراكادابرا. غادي تدوب ولا غادي تقطع؟ واش شحال قطرات فوق هاد ديال الحامض؟ الورقة شوف اش لقيت يونس، ورانيا كيتفرجوا في تجارب ديال التيك توك. بلاتي 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 نحبس هذا الفيديو. شبان لكم نديروا عاوتاني اليوم جزء واحد اخر ديال تجارب تيك توك؟ مستعدين؟ مستعدين. يلا نبداو. السلام عليكم زازلوس، مرحبا بكم في قناة العزاوي فاميلي. فيديو جديد وتحدي جديد، كل واحد فيكم يجي تجربة صح، والمتابعين هما اللي غيحكموا في كومنتيرات اللي دار احسن تجربة غنعطيه جائزة. بدينا ليتس جو. اوكي اول واحد غيبدا هو هشام. هشام مستعد؟ مستعد. يلا شنو تحتاج اسيدي في التجربه ديالك؟ اول حاجه هي البريكه وديال ريال مدريد حيت هو كيموت على الريال اخوتي. زيد شنو تحتاج عاوتاني؟ ثاني حاجه هو القطن ديال الودنين. ديال الودنين انا وشميعه. ما تقولش لي غتشعلهم بالبريكه وغنشعلكم انتوما وجالس هنا بغى يحرق لينا البيسي هذا. يلا سير كمل. زائد ليمون. اييه والورق. اوه يا سلام، شنو غادير في هاد التجربه؟ اشرح لينا. غادي ناخذ هذا غادي نقطع بعدا ليمونه، غادي نشد واحد غادي نرسم به في الورقه، نرسم به شي حرف مثلا. يعني غترسم باستعمال الليمون. اييه الماء ديال الليمون. اييه اللي هو من بعد شنو؟ من بعد غادي نشعل واحد الشمعه وغادي ندوز الورقه وغادي تبان ديك داكشي اللي رسمت غادي يبان في الشمعه. ويلي الورقه ما غاتحرقش وغاتحرق غير ديك البلاصه اللي رسمتها. ها انت فهمتي. لا 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 شبان لك يونس غتصدق؟ غتصدقش. ما غتصدقش. انا قلت ما غتصدقش. رانيا ما غتصدقش. ما غتصدقش. يلا سير. شوف عليكم. وبلاتي بلاتي قبل ما نبداو القضيه فيها الليمون حيد اخويا الطبيره غاليه. حيد الطبيره اخويا وبدا. اول حاجه هي هشام خاصو يقطع الليمون. عجبتني هذه غناكلها. غتاكلها؟ وحنا دايرين تجربه ولا دايرين الماكله؟ وحش. بنينه يا سلام. واو. المهم الاصدقاء كاع الدراري اللي كيتفرجوا فينا اللي باقيين صغار نقول لكم واحد الحاجه، نموص اولا نقص ما تستعملوهش نهائيا، والديكم هما اللي يستعملوه. يعاونوكم. ها يعاونوكم والديكم. اوكي دابا من بعد ما نقطع الليمونه هتهز جوج باش اوكي كما كتشوفوا غادي خصو نعم اسيدي يعمر هذاك القطن بزاف بالليمون ياك. ولكن اجي شفتك جبتي جوج الانواع ديال الورق. جوج الانواع ديال الورق، مقوى وعادي ديال الرصاص. واحد قاصح واحد رطب. باش غدير غيدير تجربه دابا في هذا اللي رطب. يلا سير. وعندك انك تحطو في ديك البلاصه عامره الليمون. اوكي شنو غادي تكتب فيه؟ شي حرف ولا شنو؟ فيه اش اش. اوكي شكون هاد حياة؟ هشام اصاحبي. اشكا. اوكي كما كتشوفوا تعمرش بزاف راه غتفزق، غادي تقطع هي بلا ما تحرقها. اوكي كما كتشوفوا ها هو دابا دار حرف اش، خصك تزيد هاد الجهه شويه باش يكونوا بحال بحال. ودابا غدوز الورقه فوق العافيه حدا البيسي. يا صاحبي غتشعل العافيه فرحان ديال الريال. ايوه ناري. ثاني حاجه اخوتي هي انه غيشعل الشمعه. يلا خليك هزها غير بيديك اخويا، ما تحطهاش لا طيح فوق الكراف ولا شي. هشام 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 يلا سير. كيما كتشوفوا هادي بحال شي حركه ديال السحر. ابراكادابرا ابراكادابرا ابراكادابرا. تحرك الورقه نشوف واش كاينه النتيجه. شوف دابا دوزها غير على اش نشوفوا النتيجه بحال تكون. والو لا الورقه ما بغات تحرق، لا اش ما بغات تحرق، لا النتيجه فاشله. ما شعل والو، ما كاين حتى شي حاجه حاطه حداها. شوف شوف وقول هي هي كتحرق. وانا ريت حرقت الورقه. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه تجربه. هاد التجربة شنو؟ فاشلة. شنو النتيجة؟ ديرها في عينيك. اسكي السلام عليكم. المهم انت اصلا ما يحتاجوش يصوتوا عليك يكتبوا هشام هاد التجربة ديالك. ولكن جرب في الورق المقوى وقيلا. جربوه. جربوه. يلا سير نجربوها في ورق مقوى. ومازال التجربة ديال رانيا. التجربة ديالك. عطية. العافية. شوف. ناري بحال شوية. سير سير جيب ورق مقوى. شنو تكتب فيه هاد المرة؟ شنو تكتب فيه؟ اكتب فيه. اختك ابتسام. ابتسام. يلا سير. شوف. حتى يونس اي كبيره غتولي تما جريمه. صافي صافي قويتو. اوكي كما كتشوفوا دابا غيدير تجربه في ورق مقوى. اي هذا الورق اخوتي مختلف بشكل كبير على الورق الاخر. هذا قاصح شويه وهذا رطب دغيا شدات فيه العافيه. يلا سير. ها هو يكتب بيه. شوف عندي واحد الفكره. كثر كثر الليمون. كثر الليمون. كثر 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 مزيان هاكا. شوف رسم بجوج. شد جوج. ايوا ارضيه باش تكون النتيجه. لا جمعهم جمعهم.
واش معهم الهبيب هكا الريحه شنو عاطيه هي ريحه العنب ولا كيكتب كبير هكا دابا ولات عندنا بي بطريقه اللي هي كبيره وخا نشوفوا دابا واش غتشعل فيها العافيه ولا صافي بركه وبركه تيجي يلا سير دابا تجربه غنديروها كما قلنا في ورق مقوى المره الثانيه غنشوف واش تصدق ولا لا سمعه جديده زعما تفرطيه خصك تبقى تسنى حتى يفسق هذا كامل يشعل فيه العافيه اوكي الورق هذا الورق مقوى لا تحرق راه مشكله غتشعل فيه العافيه يلا زيد 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 ها هو دابا كيدير التجربه الاصدقاء نشوفوا من التحت بحال اش كيبان البلان ما يمكنش عندهم الصح شوف غير ديك البلاصه اللي عمرات ديال بي واه ولكن من الفوق ما عمرات انما من التحت دراسات غير هي هاك حنا راه دايرين انه خصو يدوز الشمعه في كل شيء البلايص ولكن غير ديك البلاصه اللي فيها بي هي اللي خاصها تبان هي خاصها تبان دابا من الفوق ما بانتش ولكن من التحت بانت شويه ياك ما نعرفش واش خريطه غادي ندير واحد الحاجه طفي هذه ما تجربه ما والو هذه يلاه ما والو راه نحرقكم يا سلام دابا تزنا عاوتاني لعند من رانيا شنو باغا ديري في هذه التجربه هذه شنو تحتاج ثلاثة ديال النفاخات أيه؟ وجوج حامضات أيه؟ وليمونه وموس ولكن انتي ما تستعمليش الموس لا حنا اللي غنستعملو هادشي هنا الموس اوكي شنو غديري في التجربه شنو غيوقع غنقطع الحامض أيه؟ ونسخن النفاخه ونقطع الحامض على النفاخه وغادي تفرقع شنو هو ها دابا الحامض غيفرقع النفاخه آه؟ وغادي خصك تنفخها مزيان ولا غير شويه ما عاودتو انا نبغى مزيان شوفي وحده نفخوها شويه وحده نفخوها بزاف صافي يلا عطي لي يونس ينفخ نفاخه وانت ينفخي نفاخه وغنشوفوا واش هاد التجربه غادي تنجح ولا ما غتنجحش الاصدقاء وغادي نعطيوه بطبيعه الحال لابتسام هي اللي غتكلم بالموس يلا سير تنين الفخخ الفخخ تنين الفخخ انفخي انت ديالك نفخي وحده شوف انت يونس نفخ هذه بزاف وهي غتنفخ النفاخه غير شويه باش وحده نستعملوا فيها الحامض وحده نستعملوا فيها ليمون شوف التجربه ديال رانيا واش غتصدق ولا لا ناضي يونس ناضي علي يونس علي رانيا علي رانيا ما قدرتيش اجي هشام اجي هنا ياش اجي شوفي شوفي الوحش بحال اش غيدير ليها شوف واحد عطيه 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 لهشام صافي حد هنا مزيان حد تما مزيان واحد جوج ثلاثه اوه صافي نفس واحد يلا عاود زيد 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 خصك تنفخ مزيان زيد 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 مازال زيد شويه زيد شويه صافي يلا سدها دابا هذه دابا منفوخه بزاف ياك وهذه منفوخه غير شويه عطي لي هشام يسد هو اللي مكلف بالسدان اوكي باش نبداو بهذيك اللي منفوخه شويه ياك يلا سير راهو هذه اي جاب الله ما تفرقعات يلا سير رانيا شكون انت ولا هي أنا. شوف جوجكم في دقه واحده ولكن التجربه ديالها جمع راسك مالك غشاش جمع الحامض ديالك يلا رانيا قطري فوق الحامض شو 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 اجي اجي شدي لها النفخه زيد يلا زيد وركي وركي ما بغاتش واش شحال قطرات فوق هذه ديال الحامض وما بغاتش تفرقع على الاصدقاء وخيلا حكي حكيها والو تجربه فاشله شاش كدير غتفرقع عليك غتفرقع نسد ودي صافي حيدي هذيك ما تفرقعاتش ديري ليها الليمون دابا نشوفوا الليمون زيد عطيها دير ليمون غنشربوا دابا الليمون والو ما بغاتش شوف راه كتقطر فوقها الليمون صافي صافي ما تضيعيش ليمون وهي راه دوشات هاد النفاخه وما بغاتش تفرقع صافي 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 دابا غنجربوا هذه اللي منفوخه بزاف شكون غيديرها خايف منها قبيله والو الليمون والو حيدي الليمون ديري الحامض حيت هو الاساس ديال التجربه زيد يلا ديري ديري الحامض وركي مزيان لوحي الحامض بزاف صدقات تجربه ديالها ولكن شيرك ليكم ما كيضيع والو عند دائره العزاوي الحامض الليمون كلشي كيلحسوه كياكلوه يا سلام جينا دابا عند شكون عند ابتسام ابتسام شنو باغا توجدي انا غندير لهم مفاجاه خصوصا للدراري الصغار شنو هي هذه المفاجاه حاجه غتعجبهم تيتوس كيف ما كتعرفوا الدراري الصغار ملي كيشريوها كيكرفصوا حالتهم ما كيبغوش ياكلوها كيدوم كيتوسخوا لقيت لكم الحل الدراري الصغار شنو هو الحل هاد اللعيبه ديال لانجيت هاد العيبه هاد الغطاء ولا هاد الفتحه هاد الفتحه هادي اش غديري بها غنسخها هنا اييه
وغنوليو نحلو ساهله باش الهدف ديالي ما يجيش ينصراني حتى تصاوب بها. غندير لهم مفاجاه لينصراني. دابا ما يمكنش ان هذه ترديها في هاد البلاصه. هو هذا هو التحدي. ويبداو يفتحوها بحال هكا ويهزوا. فكره ناضيه ياك. يلاه بدا التطبيق. اول حاجة بسم الله غندير واحد الفتحه هنايا. وخص ديك الفتحه ما تكونش كبيره. ما تكونش كبيره باش ما نخسرش الفكره. الا درتي ديك الفتحه كبيره طبيعه الحال ما غاديش تقدري ديري هذا. بسم الله. اوكي كما كتشوفوا الاصدقاء ها هي ابتسام كتقطع دابا واحد الفتحه اللي هي صغيره. وي درتيها صغيره عاوتاني بزاف. شوف لكن كتجبد. ها انت شوف كتجبد. ها انت شوف ناري ابتسام عندك شي حاجه صافي ولكن ما جبتيهاش الوسط انما محسوبه لي. لا غادي تصايب ما تصايبش بهذه. المهم الاصدقاء يا سلام كنتسناو واحد الطويجين دابا يطيب. اوب ويلي عاوتاني على الطويجين واعر داك الشيء عاوتاني. فين وصلتي كملي وريتهم الطاجين. يلا زيد. المهم غنحاول نحيدو هذه. غتحيدها وغتحيد بلا ما تخسر. بلا ما نخسرها غنقطعها. وهايلي غتقطعي هذه ديال لانجيت كامل. غنقطعها ما عندي ما ندير حيت خصني نحيد هذه. هاكا تفرشخ هذه مشات. المهم هو انها تجبد. المهم انا تحيدها. انت شوف راه فيها الكوله. ها هي خوتي كما كتشوفوا دابا راه فيها الكوله وابتسام كتحيدها. اذا ما خصك تلصقيها قبل ما تبرد الكوله. سربي غتبرد الكوله. بسم الله. زيد. يعني بلاتي غنعاود ندير هكا. ابتسام ما تكبريش هذيك الثقبه. يا ولاتك الا كبرتيها بزاف. شوف دابا مزيان. يلا حطي شوفوا. يا سلام غتلصق زعما. لصقات لصقت والله الا لصقات. يلا سدي ها هما مغمضين عينيهم كيتسناو المفاجاه اللي قدت لهم ابتسام. حلوا عينيكم تشوفوا. يلا فتحي ها يلا جبدوا الصحه والراحه. والله الا فكره عبقريه واعر. ام اللي تسالي وما تبقاش لكم تشيبس محلوله تبرد لكم غتسدوها هكا. واه ابتسام ناضيه صدمتيني بهاد اللعيبه. كتخسر لي انت انا تشيبس. كتخسر كتبرد. دابا هادي غنحطها هنايا في الفيس يا خويا وصافي. تبقى تاكل. ديالكم دابا النوبه ديالي. المهم بالنسبه للتجربه شنو غنحتاج فيها؟ اول حاجه غادي نحتاج السلك ديال النحاس. هذا السلك اخوتي ديال النحاس شفتوه بحالاش داير قاصح. داك السلك القاصح ماشي رطب. ثاني حاجه غنحتاج هي قنينه ديال الماء. هاد القنينه غنقطعها باستعمال هاد السلك. وعندي عاوتاني هاد جوج حجرات ديال البطاريه عرفتوهم ياك؟ هادو حجرات وفراسكم. الشرط الوحيد باش تنجح التجربه قال خصهم يكونوا جداد. هادو راه جداد اخوتي هاد جوج حجرات. وثالث حاجه ولا رابع حاجه هي السويرتات. دابا تتقولوا السويرت والسلك ديال النحاس والبطاريه والقرعه شنو غيدير هاد العزاوي؟ تبعوا معايا. اول حاجه غير خصني نشد هاد جوج السوارت هادو نربط بيناتهم بهاد السلك هذا. هادي هي النتيجه النهائيه ديال اللعيبه اللي غادي نحتاج. كما كتشوفوا السلك ها هو ما بين السوارت وما بغيتش نقيسو. عرفتوا علاش ما بغيتش نقيسو؟ عرفتي علاش يا يونس؟ حيت دابا هاد السلك هذا راه سخون بزاف. سخون بسبب الحراره اللي عاطيه هاد البطاريه. هي مدوزه الحراره للسوارت والسوارت مدوز الحراره للسلك. لا 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 انت تشوفي دابا ملي غنحط هاد القرعه ديال البلاستيك وغندير فوقها السلك غادي تذوب ولا غادي تقطع؟ غتقطع يا يونس. مستعد. يلا شوف غادي نقطع هاد البلاصه هادي الفوقانيه. واحد جوج ثلاثه. ويلي التجربه فاشله. ها ها نشوف. ما سخونش ورا شي جوج دقائق وانا شاد بحال هكا. اذا فاشله عيانا. سير شش خوتي دابا كانت التجربه هي انني ندير بحال هكا وتقطع القرعه ولكن ما صدقاش. دابا عاوتاني تجربه مع يونس. هاد التجربه انت اللي فكرتي فيها يونس. اوكي شنو خصك دير؟ شارجور ديال التليفون. التليفون وبطبيعه الحال التليفون وراس الدلاحه. راس الدلاحه. شكون راس الدلاحه؟ هو انا واقعي. المهم كما قال يونس غيحتاج اول حاجه اللي هي الشارجور شاحن ديال الهاتف زائد هاتف الاصدقاء فهمتوا زائد شنو؟ دلاحه. دلاحه. شنو اول حاجه غادي دير؟ غادي نخسي الشارجور هنايا. اييه غادي ندير هذا في التليفون. التليفون غادي تشارج. ويلي دابا الدلاحه غتشارجي التليفون. مايمكنش. دابا نشوفوا واش يمكن ولا ما يمكنش. زعما اول حاجه بعدا ابتسامه تقسم لنا هاد الدلاحه باش نشوفوا واش زوينه ولا خايبه. حيت جبناها بسبب الفكره ديال يونس. قد هكا انا ما نقسم لكم حتى بطيخه. لا لا غنقسم. راه هادي راه كيقولوا لها البطيخ. واش فراسك؟ اللغه العربيه ما سميتوش الدلاح سميتو البطيخ. اللغه العربيه ماشي باللغه الدارجه.
دريجة. شوفي لك كتسم كتبان واعره. دوكي 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 هاد اللعيبه سعداتك 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 واعره. اوكي دابا شنو غديري يوم؟ غتحشي التليفون في هاد النص ولا في هاد النص ولا بحال بحال؟ يلا سير ها هو خشي الشارجور الاصدق وصافي. لا ما تخشيش ما تخشيش بزاف خسرنا الشارج ديال من داك الشارج ديالي شا اوريجينال. اوكي كما كتشوفوا الشارج هو مخشي في الدلاحه. دابا بدل البلاصه. دابا شنو غديري يونس؟ يا اما غيت صوتا يا اما غيت شارجا. يلا سير سير علي يونس علي يونس. بس ندير لك انا هيا تكلم ابتسام. زيد جوج ثلاثه نشوف. اويلي اويلي واش كتري وركتي عليه؟ انا اللي وركت عليه ما تشارجاش. نشوف واش داير الشارج ولا لا. حنبدلو البلاصه حنبدلو البلاصه. لا تي راه ما تيبانش. غندير هكا الا شعل يعني راه كيتشارج. صافي انا ما نقيسوش. ها انتم الاصدقاء خشي 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 الشارج. ما يمكنش خسرتي لينا الشارج. تجربه فاشله. لا كول ضرب اللحم مع راسك. ضرب اللحم مع راسك. المهم الاصدقاء حد هنا سال الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش لايك اشتركوا في قناه فعلو جرس باش يوصلكم جديد. يلا باي باي.